واحدة من أعقد المعارك التي خاضها الجيش الإسرائيلي داخل غزة، مقاتل من الفصائل الفلسطينية يواجه سرية إسرائيلية بمفرده في معركة دامت 12 ساعة بعدما نجا من 10 قنابل ألقيت عليه. فما القصة؟ في 20 يوليو الحالي كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن واحدة من أعقد المعارك التي خاضتها قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء عملية السيوف الحديدية. ففي 16 فبراير الماضي اندلعت معركة في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة بين عنصر من الفصائل الفلسطينية وسرية إسرائيلية من وحدة الكوماندوز، والتي استمرت 12 ساعة تقريباً. شهدت 5 محاولات إسرائيلية لتصفية هذا المقاتل. بعد أن قصفت المقاتلات الإسرائيلية المكان بشكل مكثف وهدأ الغبار، أرسل الجيش الإسرائيلي طائرة صغيرة تستكشف هذا المكان، فوجدوا رجلاً يرقد وسلاحه بين ساقيه. أرادت القوة الإسرائيلية من التأكد أنهم استطاعوا القضاء على هذا الرجل، وفجأة فتح النار عليهم وأصاب أحد جنود الجيش الإسرائيلي. قرر قائد السرية في هذه اللحظة أن يرسل طائرة أخرى، فوجدوا أن هذا المقاتل مصاب لكنه ما زال حياً ومتحصناً خلف أكياس الرمل. اندهش قائد الوحدة فقد نجا هذا الرجل بعدما ألقوا عليه 10 قنابل يدوية، وما زال يقاتل رغم إصابته. وبعد 6 ساعات من المعركة حل الظلام على المكان وما زالت المواجهة قائمة، فقد قرر قائد السرية أن يحدث فتحة في الجدار الذي كان يستند عليه هذا الرجل حتى يدفعه إلى الهواء بدون أي ساتر ترابي أو خرساني. يقول قائد السرية أن هذا لم يجد نفعا مع هذا المقاتل، إذ إنه كان يقفز من زاوية لأخرى من دون أن يرفع الراية البيضاء في لحظة من اللحظات. قررت السرية أن تشن هجوماً بكل قوتها أمام هذا الرجل، فكان الهجوم مزدوجاً بين نيران البندقيات المكثفة والقنابل اليدوية والطائرات بدون طيار، وهو الهجوم الذي ارتقى على إثره هذا المقاتل.